مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة، مراسلة محافظة الغربية. احنا معانا والد عمر، عمر اللي مجموعة من الشباب يعني بسبب خلافات بقى، ده اللي والد عمر هيقول لنا عليها، قاموا بإلقاء مادة حارقة عليه تسببت في حروق في مختلف أنحاء جسده. حقيقة هو دلوقتي يعني نقدر نقول رائد في المستشفى، نقدر نقول حالته صعبة جدا جدا، بيواجه أضرار جسيمة حصلت في جسده بسبب الحروق اللي حصلت له. مجموعة من الشباب يعني الحقيقة أنا معرفش أسباب اللي حصل إيه أو الخلاف إيه، بس أيا كان الخلاف اللي حصل لا تستدعي أبدا إنه الشباب دول وعددهم 5 قاموا بإلقاء مولوتوف بنزين وبنزين. ومولوتوف. الواقعة حصلت في مدينة المحلة الكبرى. معانا والد عصام، طبعا والد عمر، عمر هو مش موجود دلوقتي وزي ما قلت هو في المستشفى العام. معانا والده بقى عشان يحكي لنا تفاصيل اللي حصل ايه. يعني ألف سلامة على عمر، الله يسلمك. قول لنا بقى ايه اللي حصل. والله اللي حصل لنا يعني اللي عمر قاله لي ان هو كان واقف في الشعبية مع واحد صاحبه اسمه سيد الشارع. فالجماعة دولت اللي هما ولعوا في عمر هما أصحاب السيد ده، فاتصلوا على السيد بيقولوا له السيد ده صديق، صديقهم، هو صديق مشترك. صديق مشترك، تمام. يعني هو صديقهم وصديق عمر. تمام. فكان واقف مع عمر، فالجماعة دول بيتصلوا على السيد بيقولوا له يا سيد انت ما بتجيش ليه؟ ما انتش بتيجي تقعد معانا ليه؟ قال لهم انا ما انتش هقعد معاكم، انا بقيت بقف مع عمر في الشعبية. فالمهم قاموا جايين شاتمين السيد وشتم عمر، فالسيد ده قام جاي فاتح السبيكر ومسمع عمر انه بيتشتم. طب يا جماعه انتوا بتشتموني ليه؟ طب انا ذنبي ايه؟ هو انا اعرفكم اصلا عشان تشتموني؟ قالوا له ايوه هنشتمك، وبص هنيجي نخبطك وهنحزنك على شباب. فعمر ما اداش في باله، يعني ما هو ما يعرفهمش، وما يعني ما الفكره ما مش ما عمر مش صديق ليهم خالص، ما يعرفهمش ما يعرفهمش ما يعرفهمش. فالمهم تاني يوم كان اول يوم رمضان بقى، فهم في الشعبيه. عمر اتفاجئ وهو واقف مع اصحابه، لقى توك توك وقف قدامه، 4 شباب نزلوا معاهم سواق التوك توك ده كمان. فواحد منهم ماسك مطوه بيغز عمر بيها، فواحد صاحب عمر قام جاي ايه شد قبل ما السكينه توصل له او تيجي فيه. فالمهم لما صاحب عمر ده شده، قام واحد منهم برضو تاني قام جاي جاب زيت بنزين قام جاي رشش على عمر، فطبيعي اللي موجودين كلهم جه عليهم بنزين فخافوا وجروا. عمر ما لحقش يجري، قام واحد تاني قام جايب المولوتوف قام جاي حادفه على عمر، فعمر ولع وفي عربيه جنبه ولعت فجرت. يا نهار ابيض. فعمر بيجري وهو مولع كب عليه ايه تاني؟ بنزين، زيت بنزين اتكبت على عمر وعلى اللي واقفين، بس اللي واقفين جروا، عمر ما لحقش يجري. قام واحد منهم قام جاي رمى عليه مولوتوف، فعمر ولع. هو الفيديو موضح اصلا ان عمر بيجري وهو مولع، كاد يكون هم ولعوا في كلب مش بني ادم. ولا كلب والله. فعمر جرى، فالناس اللي واقفه كلها راحت تطفي عمر، طبعا ما عندهمش خلفيه ان هم يطفوا ازاي. فربنا بعت لنا واحد من عنده جاب بطانيه قام جاي حاضن عمر ويطفاه. طبيعي عمر اغمى عليه لان الحروق صعبه. فالناس الحروق فين؟ نعم الحروق فين؟ قفاه كله وبالجنب ده كله، بايده، ايده متبهدله ووشه متبهدل ورجله وايده التانية، يعني معظم جسمه، معظم جسمه، معظم جسمه حروق من الدرجه الثالثه. ما رحنا للمستشفى قالوا لنا دي حروق درجة تالتة. ده كده معظم جسمه اتشوه. حصل له إصابات؟ أيوه، هو ما علينا من جسمه، جسمه هيتدار، إنما أهم حاجة وشه، وشه اتشوه من وردة مفتحة لواحد مشوه. عنده كام سنة عمر؟ 18 سنة في كلية دراسات إسلامية في جامعة القاهرة. حافظ القرآن طبعا. حافظ القرآن لأنه أصلا أزهري. هو عشان يتخرج من ياخد الثانوية العامة لازم يكون خاتم القرآن. تمام. بعدين ايه اللي حصل؟
وبعدين انا جالي تليفون من اصحابه ان عمر حد كاتب عليه بنزين وودوه القصر. رحت جريت على القصر، انا شفت المنظر. احكي لي كده، شفت منظره عامل ازاي؟ هقول لك ايه، بس يعني لو كافر مش هيعمل فيه كده. بربي بربي ووشه متبهدل وجسمه كله متبهدل وعريان كده قدامي كله متبهدل. مش عمر ده، مش عمر. عمر اللي كان بيقول لي يا بابا انا نفسي اطلع في ابدا في الدعاء والعلاج، يعني حتى الحلم اللي حلمه ضيعه. تبكي ليه طيب؟ عشان حضرتك انت مش شفتش النهارده. انا وصف لي المنظر كده. كل ما يعني بتكلم في الموضوع ده وافتكر منظره مكيه من جوه. واي راجل مسؤول في البلد ده ودنه حصل فيه كده هيسكت؟ هيسيب الناس ديت؟ انا بطالب اي مسؤول في البلد انك تلحق ابني. انت لما رحت المستشفى العام كان فايق ولا كان مش في وعيه؟ هما لما ولع واغمى عليه خدوه ودوه المستشفى. هو بيقول لابوه انا ما فوتش انا هنا في المستشفى. المهم كنت بقى يعني كان بيتكلم، بس انت بتكلمه واحد بقى يعني مش هو. عايزين نشوف صورة عمر كده، يعني ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه، كان شاب زي الورد وهو مازال. يعني ايه دي صورة عمر؟ يعني عمر كان بيحب الحياة كده مقبل عليها. طبيعي ده شاب وفي عز شبابه يعني فرحان بحياته. هو اصلا غاوي تصوير وكان عايز يطلع في الدعاية والإعلام. كان عايز يخش كلية ايه؟ هو في كلية دراسات إسلامية، بس كلية هي دراسات إسلامية. ميوله كان دعاية وإعلام لأنه كان أزهري. ما يعني هو اختار دراسات إسلامية، بس هو كان طموحه إن هو يعني يخلص الكلية وهيشتغل في المجال الدعاية والإعلام. بس خلاص الحلم راح يعني. الدكاترة لما كشفوا عليه قالوا لك ايه؟ بس الدكاترة ما فيش دكتورة يقدر يحدد لي أي حاجة دلوقتي إلا بعد ما الجروح دي تتلام مع بعضها ويشوف بقى يعني هيبقى فيه بقى أثر مفيش. بس طبيعي دي من الدرجة التالتة لازم هتسيب أصلا. يعني انا اقصد مثلا دراعه هيأثر على حركة دراعه. والله في المستشفى قالوا له يا عمر لازم تحرك دراعك، لأن لو الجروح اتلامت مع بعضها وبأي وضع غلط هيفضل على وضعه الغلط، هتضطر تخش في عمليات ترقيع عشان نظبط لك الدنيا. فهي الجروح صعبة حضرتك. انت لو شفت الفيديو هو بيجري مولع، ما اعرفش هما جابوا القلب ده منين اساسا. يعني الكلام ده كان حصل في رمضان ولا قبل اول رمضان؟ يوم رمضان أول يوم رمضان بعد صلاة التراويح، يعني الساعة كانت 11 الا ربع، من 10 ونص ل 11. ما شاء الله. يعني الناس بتحتفل برمضان، أو الشباب دول بيحتفلوا برمضان لا ده هما لأن هما جايين، بيولعوا في لا واحد ده أو هما شاب. بص حضرتك يعني التهديد اللي هددوه، مش هينفع، التهديد اللي هددوه نفذوه. يعني انت جاي ومظبط الدنيا، انت جاي وعارف انت هتعمل ايه، سكاكين بنزين مولوتوف، يعني انت جاي وعارف انت هتعمل ايه. كم واحد؟ كانوا 5. خمسة. ما كانش فيه مثلا خلافات ما بينهم وبين هو ما يعرفهمش. هيبقى في عمر؟ خلافات ازاي؟ أنا بسأل يعني. اما انا بقولك هو ما يعرفهمش. هي كل القصة ان هم اصحاب البني ادم اللي كان واقف مع عمر اللي اسمه السيد شادي، السيد الشال ده. يعني كل صلاتهم بيه الصديق المشترك. بس ان هو حتى لو عمل يعني حتى لو شتمهم ده يستدعي ان هم يولعوا بني ادم؟ طبعا. ما احنا مش في غابة، ان مثلا فلان شتمني هجيب شوية بنزين واقوم جاي راح مولع فيه. ما هي مش كده، مش هتمشي كده. وأول يوم رمضان كمان ما انا يعني بقول لك مش يعني
يعني احنا دلوقتي معلش الشباب دول عمرهم كام سنة؟ انا ما اعرفش اعمار بصراحه، لا يعني بس في ممكن الحدود يبقى في يعني سن نفس العمر كده؟ 17 16 في الحدود دي برضه، وكان معاهم واحد 22 سنه اللي هو رمى البنزين اصلا. اه ده رماه بغل. ما انا بقول لحضرتك اهو، هو ده يمكن اكبر اللي هو عنده 22 سنه. كلمني عن عمر اكتر، عامل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي يعني ما هو مش عمر، هكلمك عن واحد تاني غير عمر. حالته النفسية عاملة ايه؟ ما فيش حالة نفسية اصلا، هو اتدمر حياته كلها اتدمرت، من شاب كان مقبل على الحياة وعايز يبقى حاجة، ليه شاب مشوه وخلاص، الحلم اللي كان حلمه نفسه هما اصلا ضيعوه سرقوه منه، يعني ما ضيع كل حياته. هيبقى حالته النفسية عاملة ازاي؟ إيه عمر ابنك الكبير ولا؟ لا في أكبر منه، محمد في كلية لغة عربية شعب التاريخ ما شاء الله. جامعة حضرتك بتشتغل المنصورة. ايه يا استاذ عصام؟ أنا موظف في شركة مصر. طلباتك ايه؟ عايز حق ابني، مش عايز أكتر من كده. أنا بناشد أي مسؤول في البلد ديت، بناشد النائب العام إن يجيب لي حق، انا بناشد رئيس الجمهوريه ان يجيب لي حق ابني. ان شاء الله احنا في دولة قانون، تأكد ان حق ابنك هيجي. انا ما انا عايز حق بالقانون، انا ما قلتلكيش صح، هجيب سكينه واروح اعمل، انا عايز حق بالقانون، وانا واكيد حقك بناشد هيجي. الناس المسؤولين في البلد عشان يجيبوا لي حق صورتي لو بالقانون. سمحت. ما شاء الله، كان يعني هو زي الورد، ربنا يخليه لك يا رب. ما هو انت لو شفتي دلوقتي مش هتقوم، مش هو ده. نفسيته عاملة ايه دلوقتي يا استاذ عصام؟ انا بقول لحضرتك متدمره، في ايه يعني نفسيه ايه بقى؟ واحد ما كان بالمنظر ده وبقى منظر تاني خالص، ما عادش عمر، وشه اتشوه، متبهدل، جسمه اتشوه. هو دلوقتي فين بقى؟ هو حاليا دلوقتي في مستشفى الطوارئ قسم الحروق في المنصورة. ربنا يشفيه ويقومه لك بسلامة، اللهم امين. إن شاء الله حقه هيرجع. إن شاء الله بإذن الله ربنا يعملنا من المسؤولين بالبلد إن هم أكيد يرجعوا حقهم، أكيد. والناس دي تتعاقب عقاب رادع عشان ما فيش حاجة زي دي تتكرر تاني. تعرضتوا للتهديد منهم أو من أسرهم حتى؟ هو لحد دلوقتي لا، هيهددونا بناء على إيه يعني؟ تتنازلوا مثلا مقابل التنازل؟ ولا ما بأمان الله ما حصلش كده. ان شاء الله هيرجع، وانا مش هطول عليك اكتر من كده. ان شاء الله تستقبل العيد وهو موجود معاك وفي احسن حال باذن الله. حتى لو استقبلت العيد وهو معانا، بس برضه ما هي ما خلاص يعني، خلاص بقى مشوه يعني ما عادش عمر اللي هو مثلا يقعد ونضحك ونهرج مع بعض والكلام ده، خلاص يعني هما طفوا اصلا، الضحكه اللي هيضحكها هما طفوا. مش هطول عليك اكتر من كده، الله يكون في عونك، وان شاء الله ربنا يقومك بألف سلامة. تابع موقع تحيا مصر كده، وصلنا لختام اللايف، بشكركم والى اللقاء.